مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير يا ريس، مساء الخير يا فندم. انا احمد رافت، بيسموني مذيع الشارع، ملقب بمذيع الشارع، مش متعود على جو بشكركم جميعا، مش متعود على جو قاعات مني للشمس على طول، فدايما عرقان وكده. فانا مبسوط ان انا مع حضراتكم النهارده. احنا عملنا فيلم اسمه كلام القلب. كلام القلب كنا بنصوره مع ستات مصريات فضليات، كل واحده فيهم كان عندها قصة طويلة جميلة جدا، كل واحدة فيهم كانت قادرة وقوية انها تتكلم قدام الكاميرا، كأنها بتقعد قدام الكاميرا بالساعات. ناس حضراتكم ما يعرفوش احنا في اول الحلقة هنتكلم او في الفيديو هنتكلم عن ايه، ما يعرفوش الفيديو ده هيتذاع فين، ما يعرفوش ان حضراتكم اللي هتشوفوا الفيديو ده ويمكن تفاجئوا. قبل التصوير كنت بحاول ان انا يعني اخفف التوتر بتاعهم شويه قبل ما نصور عشان يكونوا بيتكلموا براحتهم، فكنت بسالهم حضرتك قلتي كام مره انا سايبه لكم البيت وماشيه. طبعا كلهم قالوا قلنا كتير، بس كلهم ما عدوش الباب بتاع البيت، عشان الست المصريه ست زي امي، بتحب اولادها، ربنا يشفيها وربنا يخلي لنا كل ام مصريه ويرحم كل ام، ربنا يرحمها يا رب العالمين. شكرا يا فندم. وحابب اقول ان الفيلم اسمه كلام القلب، بس بعد ما حضرتك هتشوفوا الست الجميله اللي كان نفسي اسميه الست الجميله اللي قالت انا عندي 70 سنه بس انا قويه. شكرا جدا يا فندم. نسرين ساميه فوزي، نريمان نادي، ليلى محمد محمود. استاذه ليلى، مين الست اللي قابلتيها في حياتك اتقال عليها ست مكافحه؟ والدتي، يعني دي اللي بشوفها بالنسبه لي القدوه بتاعتي. كانت مديره المدرسه اللي كنت شغاله فيها، بتعرف تعمل من كل حاجه حلوه. انا اول واحده ست مكافحه، ببيع واشتري ولو لقيت شغل اشتغل وبعمل كل حاجه. يعني انا عندي 70 سنه اهو، داخله في 70 وكويه. البيت ست مش راجل، معلش ربنا يديكوا الصحة، بس الست ممكن تقوم بكل حاجة. شايفة الست المكافحة دي تستاهل ايه؟ تستاهل يتقال عنها الأم المثالية والمعلمة المثالية. لو هكافئها بعزة بصحة واطلعها عمرة. بيقولوا على الست المصرية إنها ست ناصحة. تعرف تدبر نفسها وتعرف تمشي الدنيا مظبوط، تلم الأمور وتحافظ على بيتها وأولادها. بترضى بأي حاجة، أي حاجة قليلة كتيرة بترضى بيها. تقدر تمشي نفسها من أقل الإمكانيات. إزاي الست بقى بتهون على نفسها المشاكل اللي بتعملها في حياتها؟ بقول لربنا، بصلي أقول يا رب. بصلي كده وبركع لله وبدعي، لو جاتني مشكلة ربنا بيبعدها عني. استعين بالله، صلي. في مشاكل أقف فيك، هقول لك مفيش مشاكل بس ربنا بيقف معايا. إيه الطريقة بقى اللي بتعبري بيها عن فرحتك لما بتحصل حاجة تفرح؟ بحمد ربنا طبعاً وأسجد سجدة شكر. بفرح بزغرط وبرقص وبفصح وبدعي لربنا. إيه بقى الحاجات اللي بيقولوها عن المرأة وحضرتك شايفاها مش حقيقة أو هي إشاعة؟ لو مكانك المطبخ ان هي نكديه. لا هي مش نكديه. انت تقعدي في البيت. ان الست ما بتستحملش عكس الراجل، تتحمل المسؤوليه اكتر فبتبقى شايله الهم، فبيقولوا عليها نكديه، بس هي مش نكديه والله. لا احنا مش نكديين، هي في حاجات بنزعل عليها. المراه عموما بطبيعتها مضحيه، اديني امثله ازاي المراه بتضحي. تجيب كل حاجه لعيالها وهي لا. بتشيل اللقمه بتديها لاولادها، ربنا بيطعمها من عندها اكنها كلت خروف. توصفي المراه المصريه بايه بالنسبه اللي بتقدمه للمجتمع؟ ست عظيمة طبعاً، هي أعظم شيء في الوجود، المكافحة. وإيه الكلام اللي لو سمعتيه بيخليكي مبسوطة أوي؟ يا حبيبتي ابني بيقول لي أنت أحلى أم في الدنيا. ماما والله بجد لما بنحضنها بنديها بوسة يا أطر من السعادة. في مواد بيبقى كلام بسيط جداً بس ليه معنى عندنا كبير أوي أوي يعني. لما بعمل لبنتي الأكل وأكلها تقول لي اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاها. إزاي بقى المرأة المصرية بتشارك في الدفاع عن الوطن في حين إنها ما بتدخلش الجيش؟ بتربي عيالها تنمي فيهم حب وطنهم، فهي اكنها بتساهم في الحرب بالظبط. انا بقول لعيالي ما تخافيش من حد، اللي يهين بلدك اتكلم وقول ما تخافش، ما حدش هياخد روحك غير اللي خلقها. ازاي الست المصريه بتعرف تدير بيتها في عز الازمات دي؟ الحمد لله احنا عندنا حاجات تمشينا، في بلاد مش عندهم حاجه خالص، اكل وشرب، يعني هي الدنيا اكل وشرب. انا لو عملت مكرونه احنا كنا شبعنا.
وربنا هيكرمني في اللقمه اللي انا باكلها اكيد. عز حتى ما يكون في اي ازمه والبيت مستور وماشي، هل حد بره يعرف البيت ده جواه ايه؟ اديكي ماشيه امورها كده وساطره بيتها وما بتروحش تشتكي لحد. ازمه عالميه مش احنا بس، فلازم انها تساند عشان البيت ما يتاثرش. زي ما الدول بتوفر من احتياجاتها البيوت بتوفر من احتياجاتها. ايه الاغنيه الوطنيه اللي بتسمعيها بتاثر في كده؟ يا بلادي يا بلاد يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي. احنا بنشكرك وبنقول لك اتفضلي. انت قويه فعلا. انت الامان بجد. انت الامان. انت عظيمه. يا ما الله يبارك فيك. انت عظيمه. انت الامان. انت قويه. انت الامان.